السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم بعض الأفكار البسيطة والسهلة، بما إن احنا خلاص داخلين على المدارس. بس الأول مرة تشوفوني، أنا اسمي هالة. يسعدني وجودكم طبعا، وما تنسوش دعمكم ليا باللايك والاشتراك. ونروح بقى نشوف أول فكرة. برطمانات الصلصة دي موجودة في كل بيت، هنعمل بيها النهاردة إن شاء الله فكرة بسيطة وسهلة جدا. هجيب بقى اي حاجة كده، وهاتني الطرف يفتحها عشان هو بيبقى حاد، عشان يعني لو بنستعملها يعني ما تعورناش او كده. فاي حاجة بقى، انا هنا جبت بنسة كده وقعدت اتني الدروب بتاعتها. بعد ما خلصتها خلاص انا تنيتها كلها. هجيب بقى قطعة من الفوم، انا هستعمل هنا فوم اصفر، وبعد كده هرسم عليه بقى بقلم الفلوماستر يعني زي سبعة كده، او زي ما كنا بنرسم زمان العصفورة اللي هي الطايرة الصغننة دي. هخلص بقى كل الورقة هملاها بالسبعة دي او بالعصفورة دي زي ما احنا شايفين، وبعد كده هلفها بقى على ايه، علبة الصلصة. انا بفضل ان انا احط الشمع على العلبة نفسها، مش بحطه على الفوم، لان ساعات الفوم كده لما يكون المسدس الشمع سخن قوي ساعات بيكش كده ويعني بيكرمش كده. فالافضل ان انت تحطي اللزق على الحاجه اللي هتلزقي عليها يعني. وممكن تستعملي كمان الدبل فيس لو يعني مش متوفر عندك المسدس الشمع، اي حاجه هتلزقي بيها يا تبقى مش هتقول لا يعني. انا هنا ببقى سايبه طرف زياده كده يعني قطع حوالي سنتي كده، عشان اتني جوه كده وداري الحواف دي، بيبقى شكلها حلو ومنظمه كده. خلاص بقى كده هي خلصت. هبتدي اجيب بقى كده قطعه مستطيله لونها خضره كده زي ما احنا شايفين، وهبتدي الفها كده. انا هنا بعمل ورقه شجره يعني، باخد القطعه يعني والفها لفوق كده تطلع معايا بالمنظر ده، وهعمل منها قطعتين كمان زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي بقى الزقهم برضو بمسدس الشمع يعني الزقهم على بعض كده بمسدس الشمع. ممكن بقى لو عندك دبل فيس رفيع، بس انا الصراحه يعني استسهلت شويه ان يعني الدبل فيس عندي يعني عريض شويه، فهبتدي اقصقص بقى، فايه فقلت لا مسدس الشمع هيكون لي اسهل يعني. بعد كده بقى احط شويه صمغ كده، شويه شمع كده حلوين، وهلزقهم من جوه كده زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. طبعا احنا خلاص الشكل ابتدى يبان قدامنا. احنا بقى كده هنا بنعمل منظم على شكل اناناس. قصيت بقى دايرتين كده عشان اعمل بيهم العينين من الفوم، ولو عندك عينين جاهزة برضو بالمكتبة ممكن تحطيها. هبتدي بقى الزقها، وهقص قطعتين كمان لهم فوشة كده، هعملهم زي خدود. بس الاول هعمل البق بقلم بقى، او ممكن برضو تعمليه بالفوم عادي الاحمر او الفوم الاسود، اي حاجة برضو في التزيين دي تبقى حرية. بعد كده هقص دايرتين بقى فوشة زي ما قلت لكم كده، وهعملها كأنها الخدود. وعملت نقطتين كده بألوان الأكريليك البيضة على العين السوداء يعني، عملت نقطتين كده بيض. وبكده المقلمة معايا بقت جاهزة، مقلمة شيك وبسيطة جدا، مكلفتنيش أي حاجة، بتاخد كمية كبيرة جدا من الألوان يعني أو الأقلام، خصوصا بقى لو انت عاملاها لابنك يعني بيفرحوا في الحاجات دي قوي، وبتشجعهم كمان على المذاكره. وممكن تصمميها باي شكل، مش شرط الشكل ده يعني، اي شكل بتفضليه بقى او اي شكل كرتوني ممكن تنفذي بيها الفكره دي. ولو حبيتوا اشارك معاكم افكار تانية للمدارس اكتبولي بس في التعليقات. ونروح بقى نشوف بقى الفكره اللي بعد كده. عندنا بقى الدفتر بتاعنا، وساعات بيبقى عندنا نوتس كده بنحطها جوه الدفتر، بتقع كده وبتضيع، او بنقعد نقلب عليها كذا صفحه بقى عشان نعرف نطلعها. لا هقول لك على فكره بسيطه وسهله جدا ترتبيها النوتس بتاعتك دي، لاننا ساعات بنبقى كاتبين الحاجات اللي هنذاكرها او اللي هنعملها النهارده وبتضيع مننا ومش بنلاقيها. اول حاجه بقى تيجي في ظهر الدفتر كده، هتجيبي ورقه بيضه، يعني الورقه دي A4، مش شرط A4 اي ورقه، ممكن برضو من الورق بتاع الهدايا ممكن تستعمليها. انا هاخد هنا المقاس وهزود حوالي 2 سنتي عن زياده عن عرض الكتاب. اما الطول بقى طبعا ده حريه شخصيه يعني، بس انا هعملها في نص الدفتر نفسه يعني، مش بس الطول ده انت ممكن يعني تزوديه عادي براحتك.
السنتي بقى اللي احنا سايبينه، احنا سايبين سنتي يعني 2 سنتي، يعني هناخد سنتي من الجنب ده وسنتي من جنب الناحية التانية، يعني هتنيهم بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. عشان كده قلت لكم نزود عن عرض الكتاب حوالي 2 سنتي، وبعد كده برضو هتنيه من تحت عادي، الطول مش هيفرق معانا في اي حاجة، بس برضو هتنيه حوالي سنتي من تحت زي ما احنا شايفين بالشكل ده بالظبط. وبعد كده بقى هجيب لزق الورق، ممكن تلزقي بأي حاجة، ممكن بدبل فيس، ممكن مسدس شمع، أي حاجة انتي ممكن يعني متوفرة عندك ممكن تلزقي بيها. وزي ما هو واضح كده قدامكم، خلاص انا خلصت لزق بقى، وهبتدي اثبته في الدفتر بتاعي. وبكده اكون انا عملت زي حافظة كده او زي ظرف كده داخلي هحفظ فيه اي حاجة انا محتاجاها، وحجمه كبير كمان بياخد يعني كمية، ده اكيد شايفين. هحط بقى النوتس بتاعتي كده وقت ما احب اطلعها، او وقت ما احب يعني اطلع الحاجة اللي انا عايزة استعملها، او انا كاتباها، او الحاجات اللي المفروض اعملها في اليوم ده مش هتقع معايا زي ما احنا شايفين كده، وارجع ارجعها تاني في مكانها. اتمنى الفكرة تعجبكم. نروح بقى للفكرة اللي بعد كده. كلنا كده ساعات بيبقى عندنا قلم مميز كده وهو المفضل بالنسبة لنا، وبنقعد ندور عليه بقى كده مش بنلاقيه. النهاردة هقولك على فكرة حلوة جدا تلاقي القلم كده وما يضيعش منك على طول، ويبقى كده لازق في الدفتر بتاعك اللي انت بتفضليه. هجيبي كده استك، دي كانت توكة قديمة مبقاش استعملها خلاص، وهقطعها كده اقسمها. يعني انت ممكن تستعملي الاساتك اللي هي بتبقى مبططة دي، بس انا الصراحة يعني ما كانتش عندي فعملتها بالتوكة دي. هبتدي بقى اخد المقاس بتاع القلم وهزود عنه زيادة سنتي، يعني هاخد دايرة كده على حوالين القلم وهزود حوالي سنتي او سنتي ونص، يعني هو مش هيفرق معايا في المقاس. وبعد كده هقص الزيادة بقى خالص، وزي ما قلت لكم ممكن تستعمليها بأي حاجة بقى، أستك فلوس بس هيبقى ضعيف شوية، بس ممكن الأستك المبطط ده، ممكن التوك دي تكون حاجة كده عندك قديمة ومش بتستعمليها وباظت، ممكن تستعمليها في الفكرة دي. هلزق بقى بمسدس الشمع على الطرف بتاعه، وبعد كده هحط القلم كده، وهاخد المقاس التاني بقى بتاع يعني سمك القلم نفسه، وهثبته برضو بمسدس الشمع. ممكن بقى تثبتي اصلا بالدبل فيس برضو عادي، مش هيقول لا. كده خلاص القلم معايا مش هرجع خالص، وهلاقيه في اي وقت انا محتاجاه، مجرد ان الدفتر يكون مفتوح القلم هيخرج ويطلع معايا بمنتهى السهوله. واول ما اقفل الدفتر هو هيقفل كده، الدفتر هيقفل عليه وهيكون يعني ماسكه يعني، وبكده هتكوني ضمنتي خلاص ان القلم بتاعك مش هيضيع تاني. الفكرة دي بقى فكرة بسيطة وسهلة جدا، وانتوا هتحبوها جدا. هجيب بقى السوليتيف، السوليتيف العادي يعني، وهبتدي بقى كده اقلبه، يعني انا هحطه اللزق بتاعي يكون لفوق يعني، والحتة اللي مش بتلزق هتكون تحت. وبعد كده بقى هجيب قطع اي حاجة عندي، قطع صغيرة كده ممكن اقصقص ورق، ده الفوم اللي انا عملنا بيه المنظم الاقلام، اي حاجه عندك ممكن الوان ورق ابيض، ورق الوان، اي قطع فوم عندك مثلا، بواقي فوم، انا كان عندي البواقي فوم زي ما قلت لكم. هبتدي تقصقصي بقى اي شكل انت تحبيه، انا الصراحه استسهلت، بقيت اقص اشكال عشوائيه كده، انت بقى عايزه تعملي نجوم، عايزه تعملي دوائر، براحتك برضو. زي ما احنا قلنا ان الاعمال دي والتزيين بتبقى حريه شخصيه. انا كنت بقى مجهزه حبه هنا شويه من الفوم كده وشويه ورق من الوان مختلفه، يعني بواقي فوم كان عندي قصقصت كده بشكل عشوائي وحطيته بقى على السوليتيب. بعد كده ما خلصت الكميه بتاعتي بقى خالص، هبتدي بقى يعني هدي بقى السوليتيب على الفوم، القطعه الصغيره دي، وهقفله وهقص. وممكن اعمل فتحه هنا كده من فوق وهحط شرشوبه فيها، بس انا صراحه سبتها كده. وبكده هكون عملت اسهل واسرع بوك مارك ممكن تعمليه، الوانه كمان لذيذه كده، يعني الوانه عسل قوي. كمان هيساعدك بقى ان انتي في تنظيم يعني بتيجي تقري كده وجيتي تقومي جايه مش عارفه بقى تدوري على الصفحه اللي انتي فيها، هتحطيه بقى وترجعي على الصفحه اللي انتي كنتي واقفه فيها، هتعرفي الصفحه بمنتهى السهوله. عموما نروح بقى الفكره اللي بعد كده. الكارنيه بتاعك بقى، كارنيه الباص بقى، كارنيه المترو، كارنيه الجامعه، ايا كان، دايما ضايع مننا كده في الشنطه
ومش بنلاقيه بسهوله. هقول لك على فكره بسيطه جدا تحافظي بيها على الكارنيه وكمان تلاقيه بمنتهى السهوله. هجيبي كده قطعه من الفوم وتاخدي زياده عن الكارنيه حوالي سنتي من جميع الاتجاهات يعني من الاربع جوانب، وبعد كده هقص قطعه نفس الحجم تاني، يعني هتبقى قطعتين بنفس الحجم اللي هو زياده عن الكارنيه اللي هو سنتي من جميع الجوانب. يا رب بكون عارفة أوضح، يعني ممكن الفيديو يوضح لكم أكتر. هنا كان في زيادة كده حاولت أقصها عشان القطعتين يبقوا قد بعض. هبتدي بقى أحط الكارنيه وهبتدي أخد المقاس بالظبط، بقى مقاسه بالظبط كده أحدد وأخد المقاس بالظبط، وهبتدي أفرغ بقى القطعة دي زي ما احنا شايفين. الجزء بقى اللي جوه ده انا مش هحتاجه، انا هفرغ خالص القطعة السنتي اللي انا كنت سايباه من جميع الجهانب، يعني اسيب سنتي من جميع الجهات بقى بالشكل ده معايا زي ما احنا شايفين بقى مستطيل كده مفرغ. بعد كده هجيب الورقة الشفافة دي، الورق ده ممكن تلاقيه في حاجات كتيرة كده، ممكن تيجي بقى بتجيلنا ساعات يعني ممكن في علب الشوكولاتات، ممكن في البيتيفور بتيجي بتبقى محطوطه كده في الغطا من تحت، يعني المهم هتلاقيه في حاجات كتيرة عندك بس دوري وهتلاقيه. هجيب بقى مسدس الشمع كده وهبتدي ألزق بقى القطعة الشفافة البيضة دي. يا ريت كمان يعني لو انتي بتدوري كده تلاقيها تدوري عليها وتختاريها تكون سميكة شوية. خلاص انا لزقتها وخلاص على المستطيل، اي زيادة بقى هبتدي اقصها بالمقص. وانا هنا هثبتها على القطعة التانية بقى، هجيب بقى مسدس الشمع زي ما احنا شايفين كده واحطه بس في 3 جوانب، او الجانب اللي فوق بقى انا هسيبه مفتوح مش هلزقه خالص في المستطيل التاني زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. يعني انا لزقته من 3 جوانب وسبت الجانب ده عشان انا يعني هنا عملت زي حافظة كده للكارنيه بتاعي فيدخل معايا ويطلع، عشان كده بقول لكم مش هنقفل الجزء اللي فوق عشان لو انا عايزه اغيره يعني مش هقفل عليه خالص. وممكن احط معاه كذا كارنيه، يعني هو مساحته كبيره، وبكده اكون حليت بقى مشكله ان الكارنيه مش لاقيه في الشنطه او ضاع مني في الحافظه دي. هتقدري تحافظي عليه وهتلاقيه في منتهى السهوله او ما تحتاجيه. وبكده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بفكره او فكرتين، ومستنيه رايكم تحت في قسم التعليقات. ايه اكتر فكره عجبتكم وبتفكروا ان انتوا تنفذوها؟ واشوفكم قريب ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.